كابتن ابراهيم، ضيق الوقت هيخلي كولر يفكر في حلول كتير، قد يتم تغيير بعض العناصر في التشكيل. هو بيعمل روتيشن وكلام من ده، بس لما نيجي نتكلم على التشكيله الاساسيه في ماتش مهم زي ماتش القطن، فتتوقع كولر ممكن يتصرف ازاي؟ هل هيلجأ للعناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها اللي بيثق فيها، ولا الاهم بالنسبه له عناصر الخبره؟ هو طبيعي ان هيحاول يعمل تشكيله اللي هي ما بين الخبره وما بين العناصر برضو اللي فايقه، يعني خد بالك لان حاله اللعيبه اصلا في الفتره الاخيره مش حلوه. يعني انت تلجأ لحاله اللعيبه في الفتره الاخيره مثلا، ولا تلجأ للاصحاب او اهل الثقه بالنسبه لك كمدير فني؟ طبعا هتحتاج خبرات، ده شيء طبيعي. انت الخبرات. المباراه اللي جايه مش محتاجه مغامره زي ما بيتقال، تمام. لانك انت محتاج تكسب، فطبيعي ان هو هيحاول يعمل يعني توليفه ما بين اللعيبه وبين بعض، اللي هو الخبرات وما بين اللعيبه اللي عندها الروح. زي مثلا انا متوقع ان هو لازم يلعب كهربا المباراه اللي جايه، لازم ما عندوش طبعا. حل انا طبعا. مش عارف، انا مش متوقع كده. عارف ليه؟ كهربا هو مش مقياس طبعا، لكن كهربا لعب ماتش اسوان اساسي، وبعد كده خرج ما لعبش ماتش سان داونز، نزل في الاخر، غريبه جدا، ما وبعد اعرفش كده ليه. لعب ماتش النهارده اساسي. هل هيلعب ماتش القطن كمان اساسي، ولا المهاجم هو كهربا بالنسبه له في الروتيشن في الماتشات الافريقيه مش موجود؟ ما اعرفش بصراحه، المهاجم فكره غريبه الوحيد، جدا. هو الوحيد المهاجم اللي الوحيد اللي انت تعتمد عليه او ترمي ظهرك عليه ويشيلك في الوقت ده بدنيا وفنيا واحراز اهداف، كهربا. ومهاريا ها، ومهاريا ما انا بقول لك كل وروح حاجه، وروح حتى كل حاجه يا جماعه، وروح كمان وحتى حتى عنده جوه قلب. الملعب. ما هو برضك هقول لك حاجه، انت لو جبت لي لعيب، لو ميسي ما عندوش قلب مش هيكمل الفتره دي كلها، طبعا. فاللعيب لازم حته القلب دي مهمه، لازم اقاتل في الملعب. انت لسه بتتكلم دلوقتي في شادي، انا لو خدت 5 دقائق ده انا اقول لمصر كلها انا اقدر اخد الماتش الجاي. لا، هقاتل في ال5 دقائق، هقاتل في الربع ساعه، لكن ايه الاستسلام ده؟ لا، ده اقول لك حاجه، ده شادي ده عنده امكانيات كويسه جدا وكان بيجيب مكسر اجوال جدا. يعني صعبه جدا، خلي بالك. طب ايه يا شادي، انت راضي على نفسك كده ليه؟ هل محتاج تعامل نفسي بشكل او باخر يا كابتن ابراهيم؟ لا، فهو الجزئيه بقى دي دي انت الحاله فيها سالت النفسيه انت بتاعته فيها. هو. بص خد بالك، بص يا امير، في ممكن تنزل 5 دقايق تقلب بيهم الدنيا، تجبر المدرب والمدير الفني ان هو يلعبك 5 دقايق. مش بيتكلم مثلا لعب شوط خلاص، انت ممكن في 5 دقايق ترجع ثقتك في بالظبط. نفسك تاني. هو ابراهيم مروان عطيه لما خد المباراه اللي فاتت وكان افضل لعيب في فرقه النادي الاهلي، هل حد يجي يعيده بعد كده؟ لا، أي لو انت هتعيده بعد كده، بس مجرد انت بتريحه وبتعجل مجرد المباراه راحة اللي بس. جايه. لكن مروان عطيه، ما انا خدت بقول لشادي وبقول لبيرستاو وبقول للحقيقه محمد شريف، هو ما مقتنع تشوف الراجل ده، بالبيرستاو يا كابتن. ما تشوف الراجل ده يا هو جماعه، مقتنع الراجل بالبيرستاو. دوت نزل، هقول لك حاجه، ده عنده كل حاجه صح. النواحي الدفاعيه قوي جدا ما شاء الله، استخلاص للكوره، الكوره بتاعته على طول 15 20 متر لقدام، اخد بالك، بيعمل مسانده هجوميه، رايح يعني ناحية الجون بيعمل على طول. بيعمل رقم 8 كمان، يعني بيزيد ورا المهاجمين. طب خلاص، ده مين اللي هيعيده ده؟ محدش هيقدر يعيده. فبالتالي لا، اللعيبه اللي هي يعني انت بتتكلم في 3، لو انت هتلعب 3، ويمكن انا برضك عندي الحقيقه ملحوظه على مستر كولر، اللي الحقيقه هي ان هو بيجي في المباريات الكبيره ويقوم لاعب 2. اه ليه؟ يعني انا العب ريال مدريد ب2، ألاعب فلامينجو ب2؟ بس البعض اشاد بالجزئيه دي، انك لا بتلعب ريال مدريد وانت عايز تكسب. يا جماعه، الكوره مش كده خالص يا جماعه. ده ريال مدريد مدي خمسه. ل5 يعني بيتدلعوا في الملعب، وهم بيلعبوا زي ما يكون بيلعبوا 4 ضد 2، مديهم 5. انا بقى اقابل ريال مدريد بالقوه اللي هم عليها دلوقتي ب2 لعيبه في وسط الملعب؟ لا يا جماعه، لا. طيب النهارده كابتن ابراهيم، بعد المباراه كان في لقطه، او مع نهايه المباراه كان في لقطه من كهربا، لسه كان مع كهربا، يعني ظهر للناس ان في نوع من انواع التعنيف لاتنين من زمايله، مثلا سواء رامي او اليو ده عادي، ديانج. عادي. ده طبعا اه احنا مش مدرسة اصلي. لا عشان ايوه، برضو الناس انا تفهم بسالك لا يعني. لا، عادي، ده عادي، مشادات ما بين اللعيبة وده مش شيء طبيعي. مشاده، هو تعنيف، اللي هو يعني بيه وقت حتى لو توجيه. مشادة ده شيء طبيعي حتى برضو. لو مشاده يا طبعا. جماعة احنا خسرنا 2 بونت، يعني كهربا ما ده بيقول لهم يا عادي. جماعة ليه خسرنا 2 بونت؟ يعني دي حاجه ايجابيه عند طبعا. كهربا، ما بص، هي الحاجات دي دي الروح المطلوبه، طبعا هي دي هي دي الروح روح اللعيبه. اللعيبة، بس اللعيب اللي عنده قلب. يعني ده مواقف عاديه ما بين اللعيبه بتحصل، بنشد مع بعض وبعنف في اللعيبه. ما انا كان مع احترامي كان في، مش هقول اسماء، كان في اسماء اكبر مني بقى في الملعب
وبزعق معاهم جوه الملعب، بس ده الايه؟ هل انا بتمنظر عليه مثلا ولا ده لمصلحه الفرقه؟ انا فاكر اللقطه مع كابتن وليد صلاح الدين باين. خلاص بقى احنا ما رضيتش اقول اسماء بص عشان هو بيزعل والله. ليه بيزعل؟ ده بيحبك جدا. وانا بحبه جدا بس هو بص كل ما يطلع يقول لي التاريخ الاسود هو اللي عمل. خلي قلبك طيب يا كابتن وليد بقى والله كل ما يطلع برنامج بص مش ناسيها يعني انا نسيتها. هو كل ما يطلع لازم يتكلم على خلاص يا كابتن. هو المفروض يا امير يعني خلي قلبك كاميرا كده يقول لك هو الوحيد اللي جاب لي طرد في حياتي. هو شخص جميل بيتكلم. خد بالك لما بشوف الرياكشن بتاعه بيتكلم بيبقى متضايق قوي. فانا انا بحبه جدا على فكره. طبعا والله موهبه من المواهب الكبيره واتشرف ان انا لعبت معاه. بس انا بتضايق يا كابتن ان هو لما بتتسأله الموضوع ده دايما لان هو ده الموقف البايظ شايله يعني. في قلبه قوي فشايلها قوي يعني ان هو ده الموقف اللي حصل له في تاريخه. فدايما لما بيجي يتكلم بحس ان هو بيسترجع الموضوع وبيتعصب فبيبان على على وشه قوي يا كابتن. فوالله العظيم مش ما كانش مقصود لك يعني. لكن في كل الاحوال الجوانب اللي زي دي بتبقى مقبوله ده شيء طبيعي لحد كبير ومطلوبه كمان. بس اهم حاجه اللعيبه تحس ايه او يبقى داخلها ايه. داخلها تتقبل كده ولا لا؟ لا مش كده برضو يا امير. داخلها ان اللعيب زميلي ده ما بتنظرش عليا. تمام. ده اللعيب زميلي بيوجهني عشان نعالج الاخطاء اللي موجوده. على فكره دي دي النادي الاهلي بيفتقدها في الفتره الاخيره ان مفيش قائد. مفيش نجم يوجه يتكلم يزعق. على فكره دي حاجات دي مطلوبه عشان ما يجيش الناس تتكلم تقول اصل ده كهربا زعق لابراهيم. ايه يا جماعه ده على فكره فترات طويله كانت واضحه من الشناوي بشكل كبير يعني مثلا ده عادي مره بكوميكس على ايمن اشرف الشناوي كل شويه. دي حاجات عاديه كابتن. دي حاجات مطلوبه. دي حاجات بص لما تيجي ننزل تلعب ماسي مع زمايلك اللي هم اللي بعيد عن الكوره بيزعقوا مع بعض جوه الملعب ده عادي. فدي ده في الكوره عادي. وده خد بالك حسام غالي كان بيعمل كده. لسه هتكلم في الحته دي. قائد اخر قائد هو كان حسام غالي. معلش مين بقى اللي اللي عنده الحته دي جوه الملعب؟ يعني حتى الشناوي لما بيتعصب بيطلعوه ان هو عارف بيتعامل وحش رغم ان ده مطالب. انا كان مطلوب طبعا مطلوب جوه الملعب. انا كان ورايا كابتن عصام الحضري في الملعب يا كابتن. صوته والله كان بيخروم لي وداني من الزعيق وده عادي كنا بنتقبله. فده مطالب انه موجود ولازم اللعيبه تحس بالحته دي. ولازم يبقى في تعنيف من كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر كولر لان انا شايف ان اللعيبه دي في دلع شويه. دلع طبعا لان مش ده الطبيعي. النهارده الماتش النهارده والماتش اللي فات بتاع سان داونز انا كنت متوقع ان اللعيبه هتنزل هتطلع نار بمبقها. ده في رد فعل. انا كنت والله كنت متوقع على الحدث اللي حصل من الجماهير والسوشيال ميديا واللي حصل الكلام كتير جدا ان اللعيبه دي هتنزل تطلع نار من بقها. نزلوا لا حاله لا مبالاه خالص.